بتحب مسرح مين غير الراحل سمير غانم؟ انا عارفه سمير غانم في حته خاصه طبعا ابويا الروحي ده طبعا دايما يعني فنان جميل جدا 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 يعني جدا جدا هو الله يرحمه يعني كان شخصيه جميله جدا على المستوى الشخصي عادته حلوه زي ما بيقولوا بالبلدي. كان بيقول لك ايه؟ والله كنا بنتكلم مش عايزين نتأثر يعني هو اوقات بفتكره ساعات في الحاجات اللي ما بين المشاهد اللي هو لما كنا في لالا لاند او في لهفه وبالتالي بساله على كم حاجات هو عملها وفي النهايه هو ممكن يكون مش فاكر في قاله ده فعلا بس هو مش بس هو عارف او شايف مدى حبنا للعمل ذات نفسه او اللي احنا فاكرين الحكايه دي اتعلمت منه حاجات كتير جدا على مستوى الخبره ان هو راجل كان ما بيبخلش على اي ممثل صغير بالمعلومه يعني كان بيسمينا العفاريت يعني في اللالا لاند لان احنا كنا قرود حواليه طبعا كلكم لسه صغيرين طبعا محمد سلام حمدي المرغني انا دنيا فاهمه فحواليه بنتنطط طبعا وهو طبعا عملت له دوشه طبعا وبيرمي الافي عارف هو بيرمي فين والكلام ده كله فكان اوقات بيدينا حاجات من خبرته يعني طبعا كده الله يرحمه يعني كان رائع. مين تاني كنت بتحب المسرح بتاعه؟ استاذ فاضل المهندس بحبه جدا بحب مسرح الريحاني جدا بحس ان مسرح الريحاني معتمد على الموقف اكتر منه الافي اللفظي مسرح فؤاد المهندس حكاية ومود وانبساط يعني بتخش في بتعيش معاه بتعيش معاه في المسرحية يعني مسرحية زي السك على بناتك بتتعاطفي مع الأب اللي هو فؤاد المهندس بتتعاطفي مع البنات اللي هم الثلاثة بتتعاطفي مع زوج الأخت الكبيرة حنفي فلا جميل جدا جدا وكان فنان جميل جدا على مستوى الأستاذ والتلميذ إنه كان بيسيب تلامذته يرتجلوا على المسرح ويضحكوا على المسرح وهو جميل جدا. انت النهارده يا ثروت لما بيطلع معاك مثلا اجيال جديده بتفرش لهم بتسيب لهم زي ما اتعامل معاك بالظبط؟ بص يا فندم انا من وجهه نظري الفن لعبه جماعيه عامله زي الكوره كده ما ينفعش يبقى ملخص الفريق محمد صلاح ما ينفعش ليه؟ لان اكيد مش هيدخل جون لوحده اكيد في جون صد وفي دفاع خد الكوره وفي خط وسط اداها لمحمد صلاح عشان يجيب الجون فبالتالي في نجوم في العمل تانية وهي لعبه في الاول وفي الاخر جماعيه لازم الكل يبقى فيه عنده هارموني الكل لازم يبقى فيه كيمياء الكل خايف على بعضه وخايف على العمل الكل حابب ان الناس كلها تبقى كويسه والناس كلها تبقى حلوه والناس كلها منوره وده بيبان على الشاشه ده بيبان لما تيجي تشوفي مسلسل تقولي الناس دي حابه بعض بيبان الناس دي كبيتهم حلوه مع بعض وفي مسلسلات تانية تقولي لا المسلسل ده انت قافل منه حاسس ان مفيش كيمياء بالرغم ان هو مسلسل كوميدي حلو جدا مثلا او مسلسل دراما عادي او مسلسل دراما عادي ولكن حاسه ان الناس مش قلبها على بعض مش لان هو في الاول وفي الاخر هو فريق يعني بيتعاون مع بعضه لانتاج منتج فبالتالي المنتج ده لو اتعمل بحب اكيد هيقبل بالحب لو تعامل بالكراهية فأكيد سيقابل بالكراهية حتما يعني. ودستورية والله من أمل حربي طيب.